في حلقة مقبلة. من بين انتقادات أيضا قضية البراد وما أدراك ما البراد ديال تارودنت اللي أثير في شأنه جدل كبير وعلى مستوى موقع التواصل الاجتماعي. واش تارودنت ما بقالها غير البراد تصرف فيه الجامعة هذا المبلغ باش أنا أدير براد في الوقت اللي كيقولوا الساكنة بأنه لا في النقاشات اللي كتجري على موقع التواصل الاجتماعي بأنه تارودنت هي في حاجة إلى تنمية حقيقية للخدمات ديال القرب لتأهيل المدينة بما تردون على كل ذلك. هو دابا سي سعيد فعلا أن البراد كان واحد النقاش مجتمعي اللي تار على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي كذلك على مستوى حتى الخصم ديالكم السياسي استغلوا ديال على مستوى ديال 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 المجلس. وفعلا كان فيه نقاش وكان فيه اخذ ورد الى غير ذلك. وكان ديك الساعه على اساس فعلا ان البراد حنا كنقلبوا صراحه شتي الابعاد ملي كتشوف يعني اي حاجه اللي كتكون جالبه للاخر جالبه بمعنى حنا خصنا نديروا شحال ديال الحوايج في اطار التنميه الشامله بما فيها كل الابعاد اللي عندها طابع مادي وطابع رمزي الى غير ذلك مع الصور اللي كيعطي واحد الانطباع خاص للاخر ملي كيجي كيشوفوا كيفاش نجلبوا الاخر في اطار زيارته. كتكون في اطار الزيارات راه كتكون التعجب بالصوره مع الناس ولا حنا ديك الساعه قال لك تيزيدوا سمو سعيد. حنا دابا بالنسبه للبراد اللي هو مقترح اللي هو كانت الصفقه ديال كانت في الاول كانت تحت 23 مشى ب 19 مليون سنتيم واللي تعطى في اطار الصفقه واللي نعطي انا كمثال هو يا ماشي بالمراد المفهوم اللي داك براد هكا راه براد في اطار شلال وهذيك في اطار لاميناجمون ديال هذيك الساحه تما كلها في العلاقه ديالو مع الصور والانعكاس ديالو وديك النغمه الموسيقيه اللي غيكون انا كيبان لي في تقديري كيمطرح هذا غيكون عنده واحد لامباكت. هو مشى تم النقاش ديالو الى غير ذلك ولكن مشى في هذا الاطار هذا على اساس بان ملي غنقولوا صراحه بان 19 فعلا كاين مجموعه ديال راه قلت لك قبيله بحال داك الثوب راه فين ما غطيتي كتعرى واحد البلاصه 19 ديال المليون ومشى في اطار الصفقه وبإطار واحد المجموعه ديال الامور وعلى اتحال هذا نقاش ولكن كيبقى كل واحد عنده الراي ديالو ورايه مرتاح. مرتاح القضيه ديال البراد ما فيهاش مشكل. قضيه الارتياح الارتياح هذا كلام اخر لانكم ارتكبتوا خطا ربما اجنى عليكم. لا نقولوا لا غير واحد القضيه هذا اجنى عليكم واحد النقاش ربما ما كانش نقول لك واحد القضيه التدبير ديال الشان الجماعي لا كاين شي حاجه سي سعيد اللي نسميوها في اطار التدبير. هو التدبير هو تقديرات ما كاينش شي حاجه اللي هي قوارب جاهزه تدبيرات وهاد التقديرات وهاد التقديرات تقدر تكون عندي انا اليوم واحد نوع من التقدير يقدر يكون غدا عندي واحد نوع من التقدير. السياسه هي فن الممكن. انت كتديروا السياسه لا حنا راه داخلين فاعلين سياسيين اسي ولكن في التدبير ما بقيناش ديال روسنا ولينا ديال المجتمع. واخا قضيه البراد غير جوجات لكم السياسه